أصدقائي ورجعنا لكم تاني، وحلقة النهاردة هيبقى فيها بشكل حلو بتهم معظم الرجالة اللي هيبقوا شايفيننا النهاردة، والشباب كمان والأطفال، عشان معانا كمان أطفال، فأكيد الحلقة هتهمنا كلنا. هنعرف حاجات جميلة، هنعرف حاجات مهمة. إيه رأيك يا فيرو؟ ايه رأيك يا محمد؟ معانا النهارده مستر حسن احمد، مدير صالون قاسم للرجال. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك، ازيك يا استاذ امين؟ قبل ما ازيك اسأل يا استاذ؟ حضرتك على اي حاجة، تعرفنا بس باللاتيه مارك بتاع حضرتك. نبدأ الأول بأستاذ محمد نصر، أحد مصنفين الشعر، وأستاذ مصطفى مساعد لأستاذ نصر، وأستاذ تامر ده اللي هنبدأ عليه المدرس. النهارده الشغل، وأستاذ عمر الطفل الصغير. عمر عمر رايا. طيب قبل ما أبدأ مع حضرتك أي حاجة، أهم حاجة بتشغل العالم، مش هقولك مصر ولا أنا شخصيا، العالم كله كورونا أو أي حاجة أنا دلوقتي بدخل أي مكان، أهم حاجة عندي في البداية إيه الحاجات اللي أنت عاملها لي للوقاية؟ إيه الحاجات الإجراءات اللي أنت واخدينها فيه بص، عشان أدخل في مكان آمن كده؟ حضرتك احنا بنبدأ بالعميل من أول دخوله من على الباب في التعقيم بتاعنا بالاستريليان، وبمجرد اللي هو العميل ده معقم الاستريليان ده، معقم بيبقى موجود على الباب بمجرد دخول العميل بيستعمله. وبعد كده أول لما بيبدأ يخش بنستقبله، طبعا بيفضل قاعد لحد ما بيبدأ وقت الشغل بتاعه، فبنبدأ نعقم الكرسي اللي هو بيقعد عليه، وبعد كده بنعقم الأدوات بتاعته اللي هو بيستخدمها. في عندنا فوط القص اللي هي الوان يوزد، سواء شفرة أو مكان حلاقة، الكلام ده كله بيبقى وان يوزد. وبعد كده بقى بيبدأ القص مع أستاذ محمد أو أي حد من الستاف اللي موجود. يعني هو داخل مطمن ان هو ده طبعا في حاجة آمنة ليه. تمام. احنا يعني عايزين اصدقائنا طبعا النهارده احنا هنتفرج ونشوف ايه احدث حاجة موجودة، هنتكلم كمان عن موضوعات كتير جدا هتهمنا. عبير محضر لنا اسئله كتير ومحضر لنا موضوعات كتير، بس انا يهمني جدا ان انت لما بيجي لك العميل كويس، طريقه الاستقبال ايه اللي بيميزك عن مكان تاني، ايه اللي يخليني اروح عند قاسم ما اروحش مكان تاني في نفس المكان في المعادي طبعا. طبعا وانا زهراء كتير المعادي زهراء الشطر المعادي. 13. تمام. واحنا والله بنستقبل العميل، يعني بص احنا بنسعى دائما ان احنا طب العميل سوري دون قطع. طب ممكن محمد، صح محمد، طب يبدأ الشغل عشان الوقت هو عايش. قول لنا طب هنعمل ايه النهارده؟ يعني ممكن نبدأ بالولد الأول، نعمل له الكلر على الشعر. تمام ماشي خلاص نشتغل. اتفضل نشتغل. تمام، وهنعمل ايه هنا بقى لو خلص هنا الأول؟ هيخلص الكلر بتاع الطفل الأول. تمام. الكلر ده بيتعمل، الأستاذ محمد ممكن بقى يقول لك إن الكلر ده احنا بنعمله على الشعر أصلا، أستاذ محمد ممكن يفيدك برضه. قول لنا بقى أنت ايه اللي هنعمله، ويعني هنعمل ايه الناتج اللي هنشوفه بعد شغلك اللي هنعمله؟ بص اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا يعني هي حاجه تقليديه موجوده في اي مكان تاني، بس كويس. اللي مش موجود في اي مكان تاني حلو، ان احنا هنعمل حاجه مختلفه. حلو. يعني الكالر بتاع الاطفال دوت موجود في اي مكان، بس ماشي. الطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي بيها هتبقى بطريقه مختلفه مش موجوده في اي مكان تاني. هايل. ده بالنسبه خلاص للشاب. اوكي نشتغل ونرجع نكمل ايه اللي يخليني اروح المكان، والمكان ده مش مكان تاني. بص والله حضرتك احنا بنسعى دايما ان احنا نواكب العصر في القصات الحديثه. هايل. ونوصل لمستوى كويس جدا. تمام. من مقابله عميل، من دخوله من على الباب زي ما قلت لحضرتك، لحد ما بيبقى قاعد على الكرسي ان هو هيبدا يشتغل مع احد مصففين الشعر اللي موجودين. تمام. انا مش هقول لك اللي موجودين كلهم، كمان احسن ناس كويس موجوده، احسن مصففين شعر في الفتره اللي عندنا. تمام. واحنا دايما بنسعى من احد المصففين او من الاستاف او من الاداره عندنا ان احنا حسن المقابله مع العميل. حلو. تبقى حاجه كويسه جدا. حسن الاستقبال لحد ما العميل بيبقى قاعد على الكرسي حتى وهو شغال، بنسعى دايما ان احنا تبقى في الخدمه يعني اقصى حاجه عندنا. كويس. والله واستاذ محمد والفريق المعاون كله التيم بتاعنا. تمام. ناس كويسه جدا وبتساعدنا دايما في الموضوع ده. اكيد طبعا اكيد طبعا. طيب لو قلنا عندنا لبعض الرجاله اللي بيعانوا من الشعر الخفيف كويس زي كده يعني. لا هو في حاجات بتعمل كثافه للشعر كويس. في مواد كده، حاجه اسمها رنساج. انتاج.
تمام. استاذ عامر سبقتني. في حاجه اسمها رنساج للشعر كده، ده بيبقى علاج مؤقت للشعر بيعمل كثافه كويس، وبتبقى فترته من 10 ل 15 يوم. تمام. وفي منتجات تانيه كتير، بس يعني الرنساج بالنسبه لنا هو حاجه كويسه، وده بيعالج الكثافه بتاعت الشعر وبيعمل يعني. ممكن برضو استاذ ناصر هيوريك حاجه كده بسيطه ممكن نشوفها برضو معانا على ما هو يخلص. هو كده تقريبا خلص. هو كده عمل الكلر بتاع الشعر زي ما حضرتك شايفه. تمام. هو ده لونين يعني، هو ممكن يعمل اكتر من لون في الشعر. حلو. وعلى فكره الكلر ده مش يعني ما بيأذيش البشره ولا بيأذي طبقه الجلد، وبيطلع بالغسيل يعني. مش حاجه ممكن يعني تأذي الطبقه. وان يوز ده. والمواد اللي بنستخدمها كلها طبيعيه. ما فيش حاجه. بص، اي حاجه بنستخدمها في الصالون عندنا في صالون قاسم صعب ان هي يعني قبل ما بنعملها بنبقى خاضت لتجارب كتير ان هي ما تاذيش عميل، لان احنا اهم حاجه عندنا ان العميل يبقى مبسوط. اصل في بعض الصالونات علشان يكسبوا كتير او المكسب يبقى اكتر بيضطر ان هو يجيب منتجات مش طبيعيه، فبيشتغل بيها علشان الربح الكثير. طبعا. وده بيخسره. بس كده بيخسر العميل لفتره طويله، بيخسر لانه بيبوظ العميل نفسه بيحس بضياع في فترات طويله. الاهم حاجه ان انت تستخدم المواد الطبيعيه، لان المواد الطبيعيه بتحافظ على شعر الشخص اللي موجود، وبتحافظ كمان ان انت العميل بتاعك بدل ما يبقى عندك عميل بيجيب لك كمان عميل. طبعا. ده مهم يعني. بس هو زي ما قلت لحضرتك كده، المواد اللي بنستخدمها كلها طبيعيه وما فيهاش ضرر، وبتكون خضعت للتجارب قبل كده علشان ما يحصلش اي مشكله او اي حاجه او نخسر عميل زي ما حضرتك بتقول. تمام. استاذ محمد، انواع القصات بقى الحديثه بالذات للاطفال وللشباب. حاجات كتير جدا. في هو كل واحد على الستايل بتاع وشه مبدئيا يعني. انا ممكن اعمل قصه مثلا مع حد نفس تكون نفس الشعرايه هي ونفس الكثافه وكل حاجه، بس ممكن تكون على وش ذات نفسه مش ماشيه معاه، مش متمشيش معاه. هو قصده ان هو عايز يعني حاجه تليق مع القصات بتاعت الفيس ذات نفسه. دلوقتي في عميل داخل لك وطالب قصه معينه. طبعا. انت من وجهه نظرك انت بقالك قد ايه اصلا شغال في المجال ده؟ بدري جدا، بقالي بتاع 20 سنه ولا حاجه. حلو قوي. بقالي 20 سنه ولا حاجه. طيب اوكي، يعني ده عندك خبره كامله يعني. دلوقتي عميل داخل لك وطالب قصه معينه، وانت وجهه نظرك او خبرتك بتقول ان الوش ده مش ماشي مع القصه ده، هل انت بتقدر ان انت تغير وجهه نظره ديت وبتعمله القصه اللي انت شايفها، ولا بتقول خلاص هو مع نفسه؟ لا طبعا، انا بعرض عليه الاول يعني، بقول له ان مثلا في حاجه معينه نبدا بيها مع حضرتك، ان انت هتغير ملامح الوش وهتغير من شكلك للحاجه الاحسن. ان القصه اللي انت مثلا بيعملها دي ما ممكن تكون مش مناسبه مع وشك. طب لو ما اقتنعش ما هو تشتغل على نفسه. لا انا عايز اوصل لايه؟ انت بتبقى عايز تطلع الشغل اللي تحت ايدك ده اللي انت راضي عنه، ولا العميل اللي راضي عنه؟ يعني انت دلوقتي ممكن تقنع العميل ان هو خلاص انت مش حلو، ورغم كده بيعمل اللي هو عايزه، انت بتبقى متضايق ولا خلاص؟ اكيد طبعا ده اللي انا عايزه. لا هو اكيد طبعا ببقى متضايق. ليه؟ ان هو يعني عنده صلاحيه ان هو شكله يبقى احسن من كده، فانت ليه ما تعملش ده؟ بس هو لما بيصمم على رايه في الاخر، فطبعا بضطر ان انا بعمله اللي هو عايزه. بس في يعني. بس في كتير قوي بيقتنعوا باللي انا يعني باللي انا بشرحه عليه. مع 20 سنه يبقى اكيد. طيب. يعني اللي انت بتقوله لهم هيمشوا عليه. فعليا بداوا يمشوا عليه، فعليا بدا ماشي مع ملامح وشه، ماشي مع تدوير وشه مثلث يعني كذا وش. طيب. الفيس مش احنا اشتغلنا هنا، هنعمل بقى ايه هنا؟ بس اول حاجه بس نقطه صغيره عليها. هو اللي انا بقول لحضرتك عليه الكرة ده موجود زي ما قلت لحضرتك عن اي حد تاني، بس اللي موجود اللي احنا عملناه دلوقتي ده، انا دخلت شغل 3 دي على الشعر، اللي هو ازاي في نفس الجنب احنا شايفين لون، وفي نفس الجنب التاني لو بصينا من ورا هنلاقي لون تاني خالص مختلف عنه. فده الشغل يعني. بس شغل يعني مختلف. الكاميرا ممكن ما تظهروش دلوقتي، لكن هو ظاهر بشكل مختلف. لما كده هيلاقي مثلا اصفر هنا. تمام. مش رش عشوائي يعني. هنعمل ايه تاني؟ 20 سنه اكمل ولا هنشوف هنعمل ايه تاني. احنا هنا بص الشعر عندنا خفيف. ده ممكن بقى نركز كده على احنا عندنا الشعر هنا خفيف، هنعمل حاجه اسمها رنساج اللي هي كثافه الشعر. كويس. وفي نفس الوقت عندنا هنا الاطراف كلها تلفه، فهنبدا ناخد الاطراف كلها نرتب الشعر، وبعد ما نرتب الشعر نبدا نحط جنيه من الكثافه للشعر، وبعد كده نعمل استشوار في الاخر. حلو. الدقن برضو نفس القصه، عشان في ناس كتير قوي بتعاني من مشكله ان انا عندي فراغات. المنتج بتاع الرنساج دوت هو منتج مؤقت يعني، من 10 ايام ل 15 يوم ويبدا يطلع تاني، وده كويس للدقن. ليه؟ ان احنا لما بنبدا بنخف
نبدا نحط للفراغات ديت الرنساج فبندي كثافه. طب ما نيجي نشوف بقى تشتغل ونشوف الدنيا ماشي. نرجع تاني ممكن يعني تتكلم وانت بتشتغل ولا ده؟ طيب اوكي. دلوقتي انت بتقولي 20 سنه، اكيد عدى عليك مواقف او محرج او ان انت تعرضت لاي موقف، ممكن تحكي لنا موقف كده وانت بتشتغل منهم؟ يعني اصعب موقف عدى. طب نسيبه يشتغل دلوقتي وعلى ما يفتكر الموقف ونرجع تاني. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين البروتين والكرياتين؟ والله هو البروتين، هو البروتين علاج للشعر كويس، وبنستخدمه طبعا عشان الشعر اللي بيبقى فيه طبقه موجه تمام، وبيسبب نعومه والكلام ده كله. فحضرتك هو البروتين ده معالج للشعر، واحنا بيبقى فترته مثلا شهر ونص او شهرين، وبيديك نعومه للشعر والشعره بتتعدل شويه من الموجه اللي انا كنت بكلم حضرتك عليها. كويس. الكرياتين مش زيه، لان الكرياتين يا استاذ نصر الفورمالين بتاعه بيبقى عالي جدا تمام، فما بيعالجش الشعر بالعلاج الكافي. وهو اقوى يعني، مع العكس ان الكرياتين اقوى. يعني الشعر اللي هو بيبقى فيه يعني ملولو شويه او متطبق، مش ناعم يعني. مش ناعم. فغير الموجه، اصل في شعر بيبقى فيه موجه، ده بيتعالج بالبروتين. بس فيه موجه. وفي شعر تاني اللي هو بيبقى الطبقه بتاعته تحس ان هي فيها حلقات كده، فده بيتعالج بالكرياتين. طيب انا من وجهه نظري يعني ممكن تطلع غلط، ان التعامل مع الراجل يعني باي عمر من الفئه العمريه بتاعته، من طفل او شاب او كده، اسهل بكتير من التعامل مع ست في المجال بتاعكم ده. ده انا صح ولا انا كلامي غلط؟ والله بص، هو انا لما باجي اقابل عميل عندي كمدير مكان، فبيقابلني عملاء كتير صعبه في الرجاله تمام، ممكن مثلا ما يستريحش. انا مش عايز القصه دي، زي ما استاذ نصر بيقول لك كده دلوقتي، وبتبقى في مشاكل، وهو مثلا لا عايز القصه، عايز قصه معينه، واحنا بنحاول نقنعه ان القصه دي مش عاجباه تمام، يعني مش تبقى كويسه على الوش بتاعه او مش هتمشي معاه. طب حصل مثلا ان هو، او السؤال ده لنصر يعني، حصل ان في واحد جاب لك مثلا شكل حاجه معينه يقول لك ان انا عايز القصه ديت وانت مش قادر تعملها، ما عرفتش تعملها، حصل لك الموقف زي ده؟ وخصوصا ان احنا الايام دي يعني كل حاجه جديده. لا هو بيحصل ايه، ان هو بيوريني حاجه بس هي اوريدي مش شعر او مش الفيس زي ما كنت بتكلم من شويه. لا مش قصدي السؤال، قصدي ان انت امكانياتك مش عارف توصل لها. حصلت لك الموقف ده على الاقل في البدايه، مش هقول لك دلوقتي يعني. هو اكيد حصل الطبيعي يعني، اكيد كده حصلت يعني. نرجع تاني مستر حسن، انت النهارده بتقول عندك مفاجاه. ايه المفاجاه الموجوده عند صالون قاسم بس مش موجوده في مكان تاني؟ بص، هو احنا عندنا علاج سحري كده. ايوه، بس احنا كنا حابين ان احنا نقوله لك عملي، كبسوله كده سحريه. نقوله وهنطبقه. انا عايزه اقوله وهو بيتطبق بصراحه. هو بيتطبق. طيب انا عايز اقوله هو بيتطبق عشان تبقى الكاميرا جايباه وتشوفه قدام عينك. طيب احنا ايه النصايح لاي شخص علشان يحافظ على شعره؟ والله بص، هو بالنسبه اصله كل شعره بتختلف عن الثانيه. مظبوط. يعني في شعر معين ممكن يتغسل بالبلسم تمام، وفي حاجات بتستخدم لها شامبوهات كويس، بس عامه يعني في انواع من الزيوت ممكن تستخدمها تحافظ بيها على شعرك تمام، وتحافظ بيها كمان على طبقات الجلد بتاعت البصيلات بتاعت الشعر ذات نفسها. حلو. فوالله انا بنصح ان هو الغسيل الكتير بيدور الشعر طبعا تمام، الميه لما تكون مش ساقعه قوي يعني، اللي هي الفتره سواء ما تبقاش ساقعه قوي ولا سخنه قوي، دي كويسه بمعالجه للشعر. الغسيل كتير بيضر الشعر. كتر الغسيل بيضر الشعر تمام، وبيوقع الشعر كمان. فاحنا بنحاول برضو ان احنا كل العملاء اللي بتجيلنا بنحاول ان ننصحهم في حمامات الزيت او حمامات الكولاجين اللي بتتعمل عندنا كويس، علشان يبدا يحافظ على شعره في النعومه وفي القوه بتاعتها، وان احنا نحاول نغذيه شويه ونحافظ له على الطبقات بتاعت الجلد. طيب مستر حسن، دلوقتي انت بالصالون عندكم في نظام الحجز ولا لازم ان هو يجي على طول كده؟ بص، احنا عندنا برايفت نمبر بتاعنا بتاع المكان، هو تقريبا محطوط على الشاشه، موجود على الكتالوج. ما انا شايفاه، بس حضرتك تجاوب لي على السؤال ده وبعدين. طب كام الرقم؟ 015-45-2191 ده رقم المكان بتاعنا تمام. ممكن حضرتك، ممكن وارد ان عملاء، كل العملاء بتخش، فبديها الارقام بتاعتنا. طب تمام. افرض ان حد مش قادر ان هو يجي لك لاي ظروف، يعني في مرض، في كده، في امكانيه ان حد يروح لهم؟ طبعا.
ممكن حد يروح مع احد بيبقى ناس معينه اللي بره يعني بتخرج بره ولا اي حد هو اللي يطلبه؟ ما ده بقى على حسب احنا التظبيط عندنا كاداره في المكان ان احنا نقرر مين اللي ممكن يطلع. يعني ده قرار حضرتك بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي انت مخصص مثلا محمد واحمد ومصطفى مثلا للخروج كده ولا اي حد فاضي؟ في ناس معينه هي اللي بتخرج بس يعني بنبقى احنا اللي مقررين بقى ان ده. طب على اساس ايه بقى؟ ايه القرار ده؟ على اساس ان احنا في ناس معينه هي اللي بتخرج ما ينفعش تخرج بقى يعني ما ينفعش تبقى موجوده في المحل هي اللي ممكن تطلع تتعامل مع الناس بره كبار السن او طفل مثلا اللي هيقص الكلام ده كله. هل بيختلف المناسبه اللي بتصل بيك علشانها بتختلف من حد بتبعته عن حد تاني؟ يعني الفريق ده مخصص للافراح، الفريق ده مخصص طبعا في عندك كذا فريق مخصص في كل واحد في هو ده كذا السؤال تيم اللي بيطلعوا ممكن السؤال برضو عشان نرد على السؤال. لا انا مش لا سؤالك ده حاجه تانية يا محمد. انا قصدي ان مثلا في ناس بيبقى ظروفها مرضيه مش قادره تجيلك. ده اللي انا كنت هرد على حضرتك فيه. محمد بيقول لك لا ده ظروف مثلا فرح كده عايز يجيلك ممكن يبقى حد كبير عميل كبير او مريض او كده كبير في السن ففي شخص معين هو اللي ممكن يعرف يتعامل معاه في المكان عندي فاوريدي ده اللي هيطلع. لا اصل انا قصدي ايه يعني انا لفت نظري طبعا دي سياستك وده اللي انت حاطه صح بس ايه ما هو اللي بيتعامل جوه هو اللي بيتعامل بره يعني مش فرق يعني. لا طبعا. طب ازاي؟ مش كل الناس ما هو ده كده كده العميل بتاعه يعني دلوقتي انا اتعاملت معاه جوه بنفس لا الاسلوب. لا بيبقى في سيستم في أنا ممكن المجموعات اللي موجوده عنده مثلا انا قابل حد كبير في السن انا اعرف اتكلم معاه وفي ممكن واحد غير ما يعرفش يتعامل معاه. اوكي بس لو هو في المحل نفسه عند حضرتك هيعرف يتعامل معاه نفس المعامله اللي بره. بس برضه هوجهه للفرد اللي انا شايفه ان هو يتعامل معاه. طبعا لانك انت المدير اللي ماسك المكان وانت المسؤول عن التعامل. بيبقى ليها نظره اكيد يعني بيبقى ليها نظره في الشخص اللي داخل وعارف ده هيتعامل مع مين وممكن مين من الناس اللي موجوده من المصففين هيقدر يرضيه 100%. بتشوف لان ما ينفعش يبقى طالع من عند 80%. بتشوف النسبه الاكبر من الاطفال من الشباب من الكبار اللي بيبقوا متواجدين عندك يعني اكيد في نسب مختلفه بس انت اكيد في نسبه بتشدك او انت بتلاقي ان المكان عندك في الزبون اللي بيجي لك كتير مرحله سنيه معينه. والله هو انا شايف ان الشباب اكتر. الشباب اكتر وده حلو لان الشباب دايما بيبقى عندهم كل جديد بيحبوا التغيير بيبقوا قادرين ان هم يسمعوا كويس وانت ممكن تخلي الشاب يغير اتجاهه بقصه جديده فيطلع من عندك حاسس ان هو عمل نيو لوك جديد عمل شكل جديد. بيبقى صعب ان انت تقنعه بحاجه عكس اللي هو عايزه. ممكن ده في طفل او راجل كبير في السن. بتقابلنا حاجات زي كده بس برضو استاذ ناصر كان بيوضح لحضرتك ان في عملاء احنا ممكن نقنعها ان القصه دي مش هتليق على وشه ومش هتبقى كويسه مثلا لما بيصمم خلاص احنا مضطرين ان احنا نعمل اللي هو عايزه. بس بالنسبه للراجل الكبير او راجل يعني او طفل بتبقى سهله مش كله برضو لان في ناس كبيره برضو بتبقى متشبثه برايها وبكلمتها وما بيحبش يغير كده. ان انا ده قراري او ده طب ده انا شايفاه ده انا مش عارفه ده ايه حضرتك ممكن تشرحه لنا ممكن. يعني بص ده الكتالوج ده فيه جميع الخدمات اللي احنا بنقدمها عندنا في الصالون فنبدا من اول القص والدقن طبعا والسشوار في صبغه للشعر في عندنا كمان صبغه الدقن طبعا صبغه الشعر دي بتبقى للشعر بس وصبغه الدقن والحنه والرنساج في عندنا بروتين في عندنا كرياتين في حمام الكولاجين وحمام الزيت في تنظيف البشره ونقف عند تنظيف البشره دقيقه يعني علشان احنا الاول قدامنا وقت قد ايه عندك هنا؟ انا كده الشعر خلاص تمام خدت كل الاطراف بتاعته تمام بس ادرج سنه في الدقن ونبدا بقى نشتغل في الرنساج ما شاء الله. ده هياخد مننا وقت قد ايه؟ 10 دقائق ان شاء الله. 10 دقائق طبعا بسرعه علشان احنا عندنا وقتنا مش هيكمل 10 دقائق. احنا اصدقائي احنا في كل حلقه احنا متعودين ان احنا يبقى معانا مجموعه من الاسئله ومجموعه من الفايزين. احنا معانا في الحلقتين اللي فاتوا كان معانا 8 فايزين لسه ما عرفناش اساميهم. النهارده هنعلن عن اساميهم وكمان هنقول الاسئله الجديده وهنرجع تاني نكمل مع صالون قاسم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. عبير هنقول الاسئله الجديده النهارده. الاسئله هنقول قريه بدويه. قريه بدويه عندي السؤال بيقول لون المنيو بتاع قريه بدويه اصفر ولا ابيض ولا احمر؟ الجايزه دعوة للعشاء لقرية بدوية في سيتي صدارت في الدور الرابع
قريه بدويه بتقدم لنا في كل حلقه دعوه العشاء لفردين. السؤال الثاني لشركه ثانيه، شركه الفراعنه، بيقول ايه هو ما هو اسم رئيس مجلس اداره الشركه؟ وده بيقدم لنا 250 جنيه في كل جايزة. حلقه المهندس عايد العدس بيقدم لنا جايزه 250 جنيه رئيس شركه رئيس شركه الفراعنه للاستيراد والتصدير، بيقدم لنا على طول جوائز وبيقدم لنا اسئله. انا قلت الاجابه اللي ياخد باله يعني بيبعت لنا على طول، يبعت لنا على طول على الواتس اللي بيظهر على الشاشه. الاسئله الثانيه شركه اطلاله للدعايه والاعلان بتعمل تدريب طبع وتصميم لوجوهات، تطوير اعلانات وتصوير الاعلانات كمان. عايزين نشاط، قول نشاط واحد من الانشطه اللي بتعملها شركه اطلاله للدعايه والاعلان. السؤال الثالث عندي موقع inmasi.com بيقدم 3 عروض للزواج. العرض الاول اتفضل. العرض الاول العرض الذهبي، وده بيقول ان تدفع 1999 جنيه لمده 3 سنوات وبتقدر تفرش بيتك. اتجوز وفرش بيتك، ده العرض. في العرض الثاني البلاتونيوم بتدفع 2250 جنيه شهريا لمده 3 سنوات وبرضه افرش، اتجوز وفرش بيتك. في العرض الثالث عرض الفرحه اللي احنا بنعرضه على طول. السؤال بيقول ايه هو عرض الفرحه؟ يعني قول لنا عرض الفرحه بتدفع كام شهريا ولمده كام سنه؟ معانا النهارده شركه انا ممكن اجاوب عليه زي ما انت جاوبت على سؤالي بس قعدتي المره. طيب شركه معانا النهارده شركه جديده للسياحه، شركه الحاسيب للسياحه، بتقدم لنا جايزه 500 جنيه في كل حلقه لفايز واحد، 500 جنيه في كل حلقه. كل حلقه هتبقى معانا شركه الحاسيب للسياحه. ايه لون اللوجو الخاص بشركه السياحه؟ النهارده اتعرض الاعلان بتاعها واتعرض اللوجو بتاعها، ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر، رقم الواتس اللي بيظهر معاكم على الشاشه علشان تقدروا تفوزوا معانا. هنشوف الاسماء الفايزين اللي معانا، 8 اسماء فايزين معانا، هنسحبهم ونشوف مين اللي فاز معانا. اول حد يا غير محمد عبد السلام. محمد عبد السلام الف مبروك يا محمد. طب هنشارك الاستاذ حسن معانا؟ لا لا صعب صعب علشان صعبة. فؤاد حسن، فؤاد سمير. فؤاد حسن فؤاد سمير الف مبروك. فؤاد ده اول واحد. محمد سلام كسب، محمد عبد السلام كسب دعوه للعشاء في تجور قريه بدويه. سهيله سالم الف مبروك. استنى عشان في اسامي ثانيه كده، اسمين ناقص. دينا يحيى الف مبروك يا دينا. لسه كمان ناقص كمان 3 اسامي. عاطف عبد الرحيم يوسف الف مبروك. عاطف عبد الرحيم يوسف. محمد احمد الف مبروك كسب 250 جنيه من اطلاله، الف مبروك. الثاني الجائزة الثانية الإطلالة يحيى محمد، ألف مبروك لكل الفايزين معانا في مسابقتنا. ابعتوا لنا علشان على طول على طول على طول معانا جوائز ومعانا هدايا وعلى طول انتوا معانا. ونرجع تاني مستر حسن نقول ايه، زي ما احنا شايفين في الطفل اللي معانا تم تغيير الشكل بتاعه وبقى شكله بالنسبه للكلر. بالنسبه لغايه التظبيط الشعر اللي هو التقصيف بتاع الشعر، الشعر الزيادات هو عالجه وبدا دلوقتي في تدريج الدقن وهيبدا يحط الرنساج علشان يشوف الكثافه. كويس. انا خفيت برضه من هنا بزياده. تمام. قول لنا المفاجاه لان ممكن ما نلحقش ان احنا نعرضها على الهواء علشان وقتنا، فقول لنا ايه المفاجاه اللي عندك اللي ممكن بتقولها وبعد كده ان شاء الله يبقى لينا لقاءات ثانيه ونعملها. في كبسوله كده معالجه للبشره. كويس. بتعالج الترهلات بتاعه البشره، التجاعيد لو في جرح. تمام. في الوجه برضو الحاجات دي كلها بتتعالج وبيبقى علاج مؤقت في خلال 24 ساعه 48 ساعه. يعني لو عندك مناسبه، عندك اي حاجه وعايز تعالج الحاجات دي احنا بنعملها. كويس. وما بتبانش بنسبه 100% برضو،
يعني لو في جرح قاطع في الوش ممكن تتكرر أي اكتر من مره ولا ممكن تتكرر. هي ملهاش ضرر برضو على البشره ولا على طبقه الجلد ولا بتعمل اي حاجه ولا بتعمل حساسيه ولا اي حاجه في البشره. فمفيش خوف منها لان هي برضو احنا قبل ما نعملها برضو تاني كويس قبل ما نجرب الحاجه دي بنكون خدنا تجربه فيها على اي حد من عندنا فبنتاكد 100% ان ما فيهاش ضرر على اي عميل. برضو المواد اللي بنستخدمها مواد طبيه طبيعيه 100%. ده مهم جدا علشان كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتشوفنا على طول تقدر ان هي لما تروح المكان تاني يقول لنا العنوان بالظبط. زهراء المعادي الشطر 13 برج 10 بجوار بنك الاهلي. رقم التليفون 015-452-2191. كويس. ده لكل الناس اللي بتشوفنا لاول مره و قريب من المعادي وكمان مش اللي بس في المعادي اللي في القاهره وحابين ان هم يجربوا وحابين ان هم يروحوا على طول. وان شاء الله اي حد بيسمعنا النهارده وبيشوفنا اكيد هيبقى ليه لو رحت بس وقلت ان انت اتفرجت على برنامج كل الناس نيوز هيعملوا لك خصم كام في الميه؟ 25%. 25% يلا كلنا هنروح على هناك. نقول المعاد العنوان تاني زهراء المعادي الشاطر 13 برج 10 بجوار بنك الاهلي. رقم التليفون 015-452-2191. طب والمواعيد بقى؟ احنا بنشتغل من 11 صباحا لحد 11 مساء. من 11 صباحا لحد 11 مساء. طيب نصيحه لكل شخص بقى علشان يروح مكان صالون تنصحه بايه؟ مش بس صالون قاسم، اي صالون في الدنيا. انت المفروض ان انا لو هتجه علشان انا شاب واتنقلت من مكان لمكان من مدينه لمدينه اختار الصالون ازاي؟ بص والله هو مبدئيا كده انا يعني كأص في اي مكان في المعادي احنا لما بنيجي نختار مكان بنبص على المكان كويس على طبعا الاجراءات الاحترازيه علشان كورونا طبعا في الفتره اللي فاتت تمام. فبنشوف المكان ده ازاي وطبعا الناس العملاء بتاعتنا كلها عارفه احنا بنعمل ايه في المكان عندنا من تعقيم اجهزه وادوات ومعدات كرسي اي حاجه اي حاجه عميل بيخش لنا هو بيشوف بعينيه احنا بنعقم المكان ازاي. يعني ممكن لكل عميل ممكن يبقى العميل المستديم معاك بيبقى ليه ادواته الخاصه؟ والله في عملاء كتير بتجيلي معاها ادواتها الخاصه. ادواتها الخاصه تمام. وبرضه احنا بنقرر تاني ان احنا عندنا الفوط بتاعه القص وان يوزد الشفرات المكن حلو ده. كل الحاجات وان يوزد كويس استخدام مره واحده بس تمام. وعملاء كتير من اللي عندي بيبقى عندهم الاجهزه بتاعتهم والمعدات بتاعتهم اللي بيشتغل بيها تمام. فانا لما بنرجع برضو نرجع لنفس السؤال تاني ان احنا لما بنيجي نختار مكان اللي احنا خلاص احنا هنستريح فيه تمام. بالنسبه لفتره كورونا ان احنا عندنا لازم نطمن ان المكان ده يبقى الناس اللي شغاله الاستاف ذات نفسه مزبوط. هل يا ترى بيحافظ على الاجراءات الاحترازيه دي ولا بيحافظ؟ استاذ محمد ده تقول لنا كلمه اخيره بسرعه. احنا مبسوطين ان احنا الاول كنت معانا النهارده وما قدرتش ان انت تطلع بس الشكل الحلو اللي انت عامله وفرق كتير جدا. اصدقائي انا عايز اقول ان الحلقه النهارده كانت مختلفه ومشيت بسرعه واتمنى على طول ان انتوا تكونوا معانا واتمنى ان انتوا على طول قبل المعده بساعه تابعونا تابعونا بكل فقراتنا الجديده تابعونا بجوائزنا بمسابقاتنا. عبير انا كنت سعيد النهارده بالحلقه انا كمان وحلقه جديده وشرفتنا يا استاذ حسن شرفتنا وان شاء الله تسلم ايدك يا محمد. شكرا استاذ محمد. انتظرونا الاسبوع القادم قبل المعده بساعه. كان معاكم محمد هاشم و عبير زياد.